فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في العام الماضي وبعد انتهاء أيام التشريق خرجت من مكة إلى جدة وبقيت هناك يومين، ثم عدت إلى مكة وطفت للوداع، ثم سافرت إلى بلدي، فهل علي شيء؟ كان الواجب عليك أنك طفت للوداع قبل تذهب لجدة، هذا هو الواجب عليك، هذا محل نظر، يعني كونك طفت للوداع بعدما رحت الجدة رجعت وطفت للوداع أخشى أنه ما يجزي، فالفدية أحوط لك. نعم.